كنت بقول انه انا احب اوبرا الشعب، باليه الشعب، اوركسترا الشعب، موسيقى الشعب. بمعنى ايه؟ يعني مش محدش يفهمنا غلط، بمعنى انه فكره انتشارها بين عموم الجماهير. حتى كنت بقول لك في الفاصل نفسي نعمل كشك الموسيقى، نفسي ننزل ولو فرقه اوركسترا صغيره في ميادين وكورنيش مش عارف مدينه كذا وحاجات. ما احنا عملنا كده في السويس. حصل في السويس وفي تل باستا وابيدوس، تل باستا في الشرقيه وابيدوس في سوهاج. كل دي كانت حفلات او يعني مهرجانات فنيه في الشارع، في اماكن مفتوحه الجمهور بالالاف، وبنقدم لهم العروض اللي هي مش عروض الاوبراليه بس، هي مقتطفات يعني ما بين الفنانين المشاهير يعني. يعني بنمرر العروض بتاعتنا كده بشكل لطيف، ونشوف واقع ده ايه على الناس. الحياة بيستمتعوا يعني بشكل عظيم يعني. وما زلنا طول الوقت بنعمل ده يعني. احنا مثلا من ضمن الحاجات اللي انا شرفت ان انا يعني اشرف عليها وجاري يعني، احنا بدأنا اول عروض وبنكمل العروض في ممشى اهل مصر. احنا عملنا بروتوكول بيننا وبين ممشى اهل مصر. الممشى ده ناس بتدخل باجر رمزي جدا، هنعمل بقى سلسله حفلات يعني. احنا بدأنا عملنا عرض، والعرض ده كان في جمهور كتير جدا. فكرة انك انت تلاقي مكان خارج الجدران اي حد يقدر يدخل ويستمتع. دي موسيقى الشعب، هنقدم فيها كل الاشكال الموسيقية. طب انا طماع، هل هنعمل حاجة زي كده في الصيف مثلا في الكورنيش الحلو بتاع العالمين الجديدة ده، والاقي الموسيقى شغالة وألاقي عرض لطيف برضو بالتنويعة أو بالمعادلة اللي هي بتاعت تلقى قبول لدى الناس وتلقى قبول لدى مختلف الأنواع والشرائح والذائقات؟ هقول لحضرتك، إحنا كل ما بنلاقي فرصة في مكان، طبعا إحنا اللي بيوفر لنا الأماكن دي كان وزارة السياحة والآثار، والحقيقة كانوا بيقدمونا الدعم الكامل يعني في إن إحنا نعمل الحفلات دي أو المهرجانات دي. ساحل الشمالي كان مخطط ان احنا السنه اللي فاتت كان عندنا مكان كده برضو تابع التراثي، تابع لوزاره السياحه والاثار في مارينا، جزء كده يعني زي متحف كده مفتوح، وهو مكان جميل جدا في منتصف مارينا بالظبط. والمكان ده الحقيقه هو نقدر نحقق فيه فكره ان الناس تدخل، وفي مكان كبير وعروض بتقدم ومكان ساحر والبحر يعني. طبعا يعني هي دي اهم الاتجاهات، ان احنا نروح للناس ما نستناش بقى يعني. لو سمحت لي اقول لك، اصل انا درست المكان هناك في العالمين الجديده، في يمين وشمال، في الحته الحلوه اللي على البحر دي، وفي حته تانية قدامها اسكندريه القديمه اللي من 100 سنه وفيها مكان واسع. ده وكأنه معمل لكم والله العظيم. يا سلام سلم لو في الموسم الصيفي الجديد ده نشوف مرة في التانية كده في التالتة الناس تيجي وتسمع وتنبسط والمخ يتملي بحاجات حلوة وعليها القيمة. طبعا انا مش عارف انت بتتكلم عن اي منطقة بالظبط، بس هيك اسمها الحي التراثي او المنطقة التراثية بالعالمين الجديدة. العالمين طبعا طبعا، احنا يعني في خطط كتيرة ان احنا نقدم عروض في العالمين الجديدة. بس احنا طبعا يعني اهم حاجة ان احنا لما بنخرج نعمل عروض بنبقى عايزينها للناس البسيطة، للناس طبعا اللي هي مش هتقدر تيجي وتدفع فلوس كتير عشان تتفرج على حفلة في مسرح. فبنبقى بندور دايما على الاماكن المفتوحة للناس كلها. اوكي، طب برضو من باب انا طمع، اما كنا بتكلم على اكشاك الموسيقى وما الى ذلك، انا فكرت كمان حتى ساعات انا بفتح تيك توك اقعد اشوف الاجيال الجديده دي بتعمل ايه. ساعات الاقي انه في مثلا مش عارف اوركسترا كذا في مش عارف في باريس
حد منزل لهم مقطع وهم بيلعبوا والسوليست خدته الجلالة وبدأ يشتغل، فبلاقي انه عليها فيوز عالية جدا. هل ممكن ان احنا نعمل حاجة زي كده ويبقى لنا زي حساب او اكاونت على تيك توك واقدر انزل فيه ولو بعض المقتطفات تشجع العيال اللي قد عيالي دول ان هم يجروا ويروحوا يتفرجوا على العروض؟ احنا طبعا وزارة الثقافة عندها قناة على يوتيوب بنقدم عليها العروض بتاعتنا مميزة يعني. للأسف تيك توك بقى لغة العصر. الحقيقة انا لسه ما دخلتش عالم التيك توك، بس انا لازم اعمل كده علشان طبعا انا يعني انا مع فكرة الوسائل الحديثة للوصول الى الناس، لان هي دي المخرج الوحيد انك انت تقدر توصل للناس وتقدر تعرض المنتج بتاعك او الفن بتاعك ويوصل لكل الناس. لو ما عملناش كده مش هنوصل ومش هنقدر نحافظ حتى على الـ ان العروض دي تقدر تستمر. ما انت عشان العرض يستمر لازم يبقى في دعم طبعا، والدعم ده طبعا بدايه بيبقى دعم نفسي، انك انت تلاقي ناس، تلاقي جمهور بيسمعك، تلاقي الفيورز اللي بيقولك الكتير. يعني حضرتك لما بتنزل بس بوست كده ولما تلاقي كم الناس اللي دخلت عملت تعليق على البوست تبقى مبسوط كل ما بيزيد. هو الفنان كده، كل ما يلاقي الناس مهتمة اكتر، الجمهور قدامه اكبر، حالته يعني او الانرجي اللي بيشتغل بيه او الطاقه اللي بتعود على الجمهور بتبقى اكبر. يعني كل ما يبقى قدامي جمهور كل ما انا اطلع يعني اطلع اكتر ما عندي. فهي ما يعني الفنان بيبقى مستفيد والجمهور. بس طبعا زي ما بقول لحضرتك تاني بقرر ان اهم حاجه ان احنا لازم نتعامل مع اساليب الحديثه في العرض عن طريق السوشيال ميديا، لان لغة العصر ولو ما مشيناش فيها مش هنقدر نكمل. طيب من باب برضو تنمية المواهب، هل هيبقى فيه شيء ما قريب اقدر ادخل بيه كوادري الموسيقية والفنية على اختلاف اشكالها وانواعها جوه الحصص المدرسية، واحيي حصة الموسيقى واحيي غرفة الموسيقى؟ اعتقد يعني احنا ما دخلناش في المنطقة دي، لكن يعني احنا يعني هي فكرة عظيمة ان احنا نشترك بالشكل ده مع وزارة التربية والتعليم، ان احنا نقدر نقدم خدمات للتعليم الموسيقى في المدارس. بس هو انا يعني تحديدا في الموضوع ده انا اللي يهمني جدا مش فكرة ان الموسيقى تبقى متاحة في المدارس لكل الاطفال يتعلموا. جميل ان كل الاطفال يسمعوا ويحاولوا يتعلموا،